صلاح قدوة لكل لاعيبه الكرة، خاصة الصاعدين اللي عندهم مسيرة طويلة وعندهم رحلة يقدروا ينجحوا فيها إن شاء الله نجاح كبير. احنا هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل الكابتن عادل طعيمة والكابتن أحمد بلال، وحديث مطول عن كأس الأمم وعن كل منحنياتها وتوقعاتها. لكن لأنه صلاح بيمثل ظاهرة وقدوة للشباب، كان لازم نسمع رأي بعض شباب الأهلي المتفتح اللي انضم للفريق الأول، ولسارتي مبسوط منهم عشان نشوفهم وهم بيخطوا خطواتهم الأولى في ملعب التتش. فاصل قبل منه مع شباب الأهلي، وبعديها مع الكابتن عادل طعيمة والكابتن أحمد بلال. طبعا احساس جميل جدا، انا مع الفريق الاول بقالي فتره الحمد لله يعني، وان شاء الله باذن الله اكون ثابت معاهم واخد باذن الله مشاركه في المباريات في الدوري في الكاس باذن الله ان شاء الله. طبعا احلام مع النادي الاهلي ان شاء الله اخد بطولات باذن الله واثبت هنا، وان شاء الله احقق حلمي. انا صعدت قبل كده كذا مره والاجواء مش غريبه عليا، لعيب النادي الاهلي في اي اجواء بيتمرن وبيلعب يعني، اللعبه هنا محترمه وبياخدونا وبيتكلموا معانا كتير واحنا ماشيين كويس الحمد لله، ومستر لاسارتي كلمنا كويس وبيعمل معانا اجتماعات كتير، وليله ان شاء الله يكون لكم دور الفتره اللي جايه وتتمرنوا كويس، وان شاء الله ربنا يكرمنا في الفتره اللي جايه باذن الله. طبعا بحمد ربنا في البدايه يعني، فرصه كبيره اتمنى اكون قدها، وشعور طبعا ما يتوصفش يعني، واحد بيلعب قدام لعيبه كبيره واسامي كبيره وكم بطولات زي ما انت شايف يعني، فان شاء الله الواحد يقدر يستغل الفرصه دي ويبقى قدها يعني. والله الواحد بيجتهد وبيتمرن وبيحاول يعمل اللي عليه، ولو في اي حاجه اضافيه بيحاول يشتغل عليها وبيحاول يزود، ونحاول ننفذ التعليمات، اي حاجه مستر لاسارتي بيحتاجها بنحاول ننفذها على قد ما نقدر، وبنحاول نبقى في نفس المستوى بتاع اللعيبه اللي موجوده علشان نقدر نبقى موجودين. الواحد الحمد لله بيحمد ربنا على الفرصه اللي جات له، وان شاء الله الواحد يبقى قدها، ودي حاجه كويسه طبعا. احنا نلعب مع اسامي كبيره زي كابتن حسام عاشور، كباتن كتير عبد معلول، ناس كتير جدا، فالواحد بيحاول يستفاد بقدر الامكان. الواحد بيبقى عنده طموح ان هو ما يعلى خطوه ما ينزلهاش تاني، فان شاء الله الواحد يسمع توجيهات مستر لاسارتي وان شاء الله الواحد ينفذها ويبقى قد الفرصه ان شاء الله. شرف لاي حد، وانا لما هو يعني طلبني ان انا اطلع وكده، فانا ان شاء الله بقد المسؤوليه وقد الكلام اللي هو بيوجهه لي، وان شاء الله اقدر ابقى يعني اقدم النص اللي هو بيقوله، ان شاء الله ابقى اقدم مسؤوليه باذن الله. طبعا يعني الفرصه دي ما بتجيش فعلا لاي حد زي ما انت بتقول، وان شاء الله اكون انا الحظ حليفي ان شاء الله الفرصه تبقى معايا كده وابقى اظهر كده والناس تعرفني باذن الله. لا احلامي كتير ان شاء الله، اخد كاس مصر واخد دوري والعب افريقيا وحاجات كتير يعني ان شاء الله. احلام ان انا افضل موجود هنا وانافس، وان انا العب مع النادي الاهلي واخد بطولات، وده كل طموح ان انا العب مع النادي الاهلي هنا. هو طبعا ما فيش اختلاف، قبل اي حاجه بتمرن في النادي الاهلي اسم غني عن التعريف طبعا، مع نجوم كبار دون ذكر اسماء طبعا كله عارف، فالحمد لله حاجه كبيره، وان شاء الله كده اقدم اعلى مستوى اكون عند حسن ظنهم باذن الله. احلام ان شاء الله امسك الفرصه واكون موجود معاهم ونحقق كل البطولات بقى في كل حاجه. طبعا بشكر طبعا مستر لاسارتي وكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز كله طبعا، ان هم ادونا الفرصه ان احنا نطلع ناخد التجربه مع الفريق الاول، وبحمد ربنا وبشكره ان احنا طلعنا الدرجه الاولى، وربنا يكرم في اللي جاي باذن الله والواحد يمسك في الفرصه. احلامي اول حاجه بس افكر فيها ان انا امسك في الفرصه دي وافضل معاهم في الدرجه الاولى، وبعد كده افكر في اي حاجه تاني بقى. في الاول طبعا بحمد ربنا ان انا موجود هنا بعد تعب مثلا 6 سنين عشان فتره زي دي، والحمد لله يعني الواحد قدر ان هو يوصل للمكانه دي بعد تعب كبير جدا، والحمد لله ربنا يكرم في الفتره الجايه والواحد يكون موجود بشكل مستمر.